سي قميم، مساء النور. وجيت للسوق، سوق الحد، باش تاخذ من عند السي إله الدجاج. انت ساكن في جامع جديده، شنو سبب هذه الرحله هذه؟ وراح داك الخير والتيسير. السوق ضوعات هدا والفرش ضوعات ها؟ ما كتجيش على الدجاج. مسكين واخا ما كتجيش من عندو، كنصبغو الصديق ديالنا. شو السبب الإله منين كتعرف؟ منين كتعرف السبب الإله؟ عرفتو على الطريق ديالك. سيدي عبد الإله. صالوح طيب مزيان. كي داير الحبيب؟ هي. هما جميع السكان ديال مدينة العرائش كيجيو في الحد. ولكن راه درنا انا والسي قميم جبرنا خاوي هاد السعر. شوف وانت منين كتعرف السي قميم السي؟ انا السي قميم كنعرفو من زمان، صديق التعليم اولا، كنعرفو صاحب المسلحات، يا اخي صاحب الجماعات، صاحب يعني ماشي مسألة ديال الجماعات، صاحب وصاحب فاعل الخير، نشيط نشيط في المسائل ديالو. وفيما كانت شي مبادرة جميلة هو معاها. الله اكبر. وكيفاش وعلى سبيل المثال كيفاش سيدي الميودي نعم سيدي حضر مع راسو واحد الويلة نعم سيدي وما عرفناش مشى بوحدو. النهار اللي كتقول لهم كتعدل عاوتاني كذلك هو مثال كان حاضر. نعم حاضر بالمسائل ديالو بكل شيء، وهذه إشادة بالسي أكمل. هذا شيء يدل على أن حبه للمدينة. الله يودي الله يودي الله يودي. ودابا أنت كيفاش كيجي عندك حتى لهنا؟ شنو سحرتي له ولا شنو؟ اسمع أخي حبي في الله الحمد لله نجي نجري في المرة الحمد لله. أنا كيقول لي اليوم غنطلع نهار الحد، كيقول لي غنطلع عند السي عبد الإله. هذا حبنا في الله سبحانه وتعالى. شحال كيدير الدجاج اليوم؟ يوم 8 3 4 5 ما نزل والو. الحمد لله 3 دراهم. الله يرحم الدراهم تكون سهلة. شحال كان 2000 و 2100 سايل. عمل واحد نهار الأربعاء قبل العيد، نهار اللي جيت من عندي قلت له 2100، طلع العريف راه دابا هو 1900. وراه ما نزل والو السي عبد الإله. واتمنهم الله سبحانه وتعالى يجزيهم. انت قلتي لي ديك النهار غينزل كثر. ولكن بالنسبه لي جيت ميلود. عجل ميلود كان الاقبال. كان الاقبال طلع هو. دابا السيمانه ابتداء من السيمانه الجايه عاد شوفوا كيخرج باذن الله سبحانه وتعالى. السي قميم المجيء ديالك عند السي عبد الإله واش لانه خدوم ومعقول ولا انه صادق؟ يعني قل نظيره عند الباعة اللي كيبيعوا الدجاج، رجل الصدق يقول لك هذه مزيانة هذه عيانة من كيصارحك كيصارحك، ماشي انسان زعما غشاش ولا شي حاجة، رجل طيب وبشوش يستقبل الزملاء ديالو بالبشاشة. والسعب إلى عندك حتى البلدية ياك؟ هو البلدية عند السعب إلى في الخير كله موجود. وبيبي بيبي فينا هو؟ لا بيبي ما عندهاش اليوم. علاش؟ شويش الثمن ديالو غالي وشويش الفصح. شحال تقريبا كيلو؟ كان دابا حاليا كان 2200 كيلو. 2200 كيلو. شويش قصح مع دابا الشعب ديال الدجاج غادي قصح. حتى الثمن ديالو شويش قليل. نطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء نطلبوا ربي ترخص الاثمنة. الله سبحانه وتعالى يرفع علينا الوباء ويخدموا لنا الناس. حيت إلا رفع علينا الوباء وما كاينش خدمة راه صعيبة. وهاد الحجر الصحي راه باين معنا بزاف العيوب الصحية. نطلبوا ربي يرفع علينا هذا الحجر الصحي. الدار كان خدام فيها واحد كيجلس شكون اللي كيعيب؟ لا معيب. راه شوف الحكومه خصك تشوف هاد الطبيب، راه ما يمكنش تكون عندك انت كتمشي دوله وما عندك شي باش تشوف هاد الناس هادو شنو هما ابسط حوايج الاحتياجات ديالهم. ابسط حوايج يعني حنا ما نقولوا لا في العائله التكميليه ولا ابسط حوايج خصو يكون عندك الاولى اضعف الايمان خصك الوقت يومي. اما تمني الحجر الصحي ودابا الدخول المدرسي ماشي غير الدخول المدرسي، الاعياد كتجي من جهه
ما نحاول على قوت الله. طلب الله اللطف، طلب الله اللطف. خاص الحكومة تجتهد، حماني خاص الحكومة تجتهد تجيب لنا بس البديل. أما بالنسبة لهادشي اللي كتغار راه هي غير كتصب الخصاص، كتعمل كترقع العربية تعرف، كتعمل لنا الترقيح. السياسة الترقيح، لأن هذه السياسة هذه راه ماشي سياسة. هذا بالنسبة للنوم غادي يعملوا، ما غادي يعملوا حتى شي حاجة اللي غتعود للشعب. حاجة وحدة يعملوا شي حاجة اللي كتعود للجيل ديالهم هما كيدافعوا عليها، لا سات التفاعل يدافعوا عليها. سي كميم، في نظرك المشتريات واش في المتناول ديال الناس بالنسبه للخضار، الفواكه، الدجاج، جميع انواع اللحوم؟ واحد الجيل ديالو ان الاثمنه كتكون بعض المرات كتكون مرتفعه وشي مرات كتكون منخفضه، وهذا يعني الفلاح هو اللي كيحلاه، هو اللي كيعرف الاسباب ديال الارتفاع ديال هاد الخضار والفواكه. يا رب يا رب. انت دابا ملي كتسوق واش كتجبر الاثمنه في المتناول هذه الساعه وحنا في الحجر الصحي؟ بصراحه دابا الدجاج ولا اللحام يكون عنده ثمن موحد، كل واحد شحال مره، كل واحد شحال مره. حنا بالنسبة للخضرة كاين شوف، حنا كنقولو بيرت في المتناول للجميع، هي مطيشة من تحنا 5 دراهم و 6 دراهم مبقاش متناول للجميع، كتولي فيها غالي. الله يا ودي، مطيشة خصها 5 دراهم. حنا بالنسبة لينا حنا كنهضرو على أننا حنا دولة فلاحية، شتي الخضار وهادشي الدولة كيخصو يكون عندنا حاصل. حنا راه عندنا غالي، مطيشة كتوصل 6 دراهم 7 دراهم. البطاطا كذلك هو المتشي، المتشي كيعمل 6 دراهم. دابا كاينه الثمنه مرتفعه، كاينه الثمنه مرتفعه، والقدره الشرائيه ديال بلادنا ما عندوش. الله يلطف، الله يلطف. هذا المشكل كما اللي قلنا حنا بالنسبه للحكومه، بالنسبه للحكومه خصها تشوف فين غتصرف، وبالنسبه لي عملت واحد الخطا، كتبت واحد الخطا كبير من جهه صندوق النقاصه. راه صندوق النقاصه هنا فين كيدفع، وكنتمناو كنتمناو على انه ما يعملوا واحد السياسه اللي فيها التوازن ديال الدوله والتوازن ديال المواطن، باش تمشي السفينه، باش تمشي السفينه نعم سيدي، باش تمشي الاجاريه مزيان، وهادشي اللي ما كنتمناو.